بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كما كتشوفوا هنا غتلقاو التوزيع ديال المكلفين بالاجراء على مختلف القاعات. هنا راه غتلقاو عندنا واحد 18 قاعه، بادي عندنا من القاعه 28 حتى القاعه 38. ثم هنا غنلقاو دوك الاسيد ديال المكلفين بالاجراء الاحتياط، وهنا غنلقاو واحد البلان ديال القاعات ديال الارتفاع. اذا هنا كنشوفوا كنلقاو واحد طابلو واحد اخر، هنا غنلقاو فيه اللوائح ديال التلاميذ المترشحين اللي عندنا هنا في المركز. بطبيعه الحال العدد ديالهم عندنا 342 موزعه على ثلاث مسالك: مسلك علوم فيزيائيه، هما هادو، مسلك علوم حياه الارض، ثم العلوم الاقتصاديه عندنا فيهم 21. هنا غنلقاو البلانين كما قلت لكم ديال القاعات، ثم هنا عندنا التوقيت ديال الامتحان. هنا كما كتشوفوا هنا غتلقاو البلاكار اللي فيه الحقائب ديال الامتحان، السويرتا ديال تيلقاو مع رئيس المركز ديما في جيبو. غادي نفتحو دابا. الحقيبه ديال الصباح، الحقيبه ديال الصباح، ها هي القدس، ها هي القدس، كيجيو ديال نهار كامل الصباح ولا شي؟ اه ديال الصباح كامل. واحد المفاتيح خاصين نسلموا السيد المراقب، واحد المفتاح غادي نبدا هنا. العملية كاين ديال المترشحات، نصدقوا المترشحات، كيوقع لنا في واحد المحاضر ديال فتح الحقيبة، الحقيبة تتفتح بواحد المحضر وفتح الأدرية. حنا سالينا من هاد من فتح ديال الحقيبة، غنلقاو أضريفة موزعة على حسب المسالك. هنا نسيب علوم التدبير المحاسباتي ديال ديبورمي، إذا العملية في عادتها بشكل عادي. غنلقاو هنايا خاصة من المادة، المادة هي الرياضة، نشوفو بحال الظرف واش مسدود مكتوب هادشي غنشوفو الظرف الثاني واحد، أيضا كنشوفو الظرف كذا، ثم الظرف الآخر، فين شفتو؟ ديال التدبير المحاسباتي. علاش؟ لان عندنا هنا جوج قاعات، دونك غيكون عندنا هنا في القاعه 38. محضر الحضور صافي. الموضوع ديال التدبير المحاسباتي ديال الايكونومي غتكون عندنا في ساعتين، يعني الاختبار غيبدا من 8 ان شاء الله وغيسالينا ان شاء الله. شباب واحد الدوره من الفوق، شوفوا الجوج جوج هنا.
تتكون عندنا قبل ما نسدوا الباب، يعني قبل ما نطبقوا الجرس ديال بدايه تمرير الامتحان، هو انه ضروري رئيس المركز هنايا خصو يحرص ان جميع القاعات مغطاه من طرف مراقبي الاجراء، بمعنى راه كل قاعه فيها مراقبي اجراء اثنين على الاقل، وهذه عمليه جد دقيقه. واخا خصني دابا نبقى نتواصل مع الاخوه اللي معايا في الكتابه باش نشرف على هذه العمليه ونشوف وجميع القاعات مغطاه. الا كان شي نقص في شي قاعه تنستدعو من هذيك اللائحه اللي شفتو في الاول ديال الاحتياط. انا واحد الاربعه والقاو زوج الاربعه ثلاثه الاربعه على الاربعه هذيك اللي كنقولوش ما تشوفهاش صافي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.